ناخد البوست اللي بعده. انا راجل بشتغل ومراتي ست بيت، كل ما ارجع البيت الاقيها تقول لي اقعد يا حبيبي والنبي انا عايز اتكلم معاك في موضوع. تقعد تتكلم معايا في الحوارات اللي بتحصل في السوشيال ميديا وبرامج الستات. انا بصراحه خلقي ضيق وما بطقش الكلام دوت، فبختلف معاها كتير، فقررت ان هي كل ما تيجي تتكلم معايا في البرامج دي اقفل منها. قالت لي انا عرفت مشكلتنا فين. قال لها مشكلتنا فين؟ قالت له احنا عندنا خرس اسري. قال لها ايه عندنا؟ ايه خرس زوجي؟ قال لها عندنا خرس زوجي. انا شفت يا ستي والله العظيم ولا هو لا خرس ولا بيتكلم، انا راجل مستوي ومش موافق على الافكار دي خالص ومش عايز اختلف معاكي، فتعالي نتكلم في حاجه تانية خالص. ما تيجي نتكلم في ماتشات كاس العالم او الدوري المصري ملهاش فيها. انت بقى مش هتتكلم معايا في الموضوع ده، يبقى احنا عندنا خرس. ايوه انت راجل مخرس وانا عندي خرس ولازم نشوف حد ايه يخرسنا او يعالجنا. بص الخرس الزوجي ده ان انا وهي كل المواضيع خلصناها ما بقاش في شيء ممتع. لا لا ده قرف زوجي ده مش خرس. فبقينا بنقعد كل واحد ماسك الموبايل بتاعه وساكت ونخش. لا دي بقت الاسره كلها اسامه. اه لا بس ممكن احنا قاعدين على الاكل تلاقي مثلا الزوج بيتكلم، شفتي اللي مش عارف ايه، وهي قاعده بتاكل تقول له ايه الولد مش عارف ايه، هاتي لي الملح والفلفل، تقوم جايباهم حطهم له من غير ما تقول له يعني مش عايز انطق اخلص، مش ما تاخدش وتدي كتير معايا. فده موضوع الراجل، وانا بقولها لكل ست، الراجل اللي بيرجع من شغله بيبقى شايل قد كده فوق دماغه ما بيحكيليش. ليه؟ لان هو لو حكالك. والنبي يا استاذ اسامه قول الكلام ده للكاميرا. هنا الراجل لو حكالك هيعيد كل. لا لا من اول الراجل بيرجع. بحب الحته دي قوي. تاني انا حاسس. خش ايوه انا حاسس ان سعيد جاي يهدي النفوس. طيب دي هتتسجل دي يا جماعه وتطلع لوحدها. يلا يا استاذ اسامه. الراجل لما بيرجع من شغله بيبقى شايل قرف اليوم كله، انت مش عارفه حصل له ايه، ممكن يكون عنده تارجت ما اتحققتش، ممكن يكون مديره مهزقه، وطبعا تعال احكي لي ايه اللي مضايقك، مش هيقدر هو بكيانه كده يقول لك مديري مهزقني، مش هيطلع هزق قدامك فبيسكت. ممكن يكون عنده مشاكل مع هينقلوه هيرجعوه لورا، واحد زميله هيركب فوق يبقى مديره، بلاوي فوق الدماغ. فالراجل بيرجع مراته بتقول له انت ليه ما بتحكيليش، انا لو حكيت لك هحكي لك القرف تاني يبقى انا هضربه في اتنين، فانا ممكن احكي لك بس ما تاخدينيش كده على السخان، فببقى عايز افضي دماغي. اول ما الراجل يرجع من بيته ياكل لقمه ويقعد قدام التلفزيون ومسك ريموت التلفزيون ما تجيش جنبه ما تكلميهوش، اديله يشم نفس وهو مش شايف التلفزيون. لا استنى انا هسقف سقفه كبيره بقى. على فكره والله ما بيبقاش شايف التلفزيون الكبير كبير. تسمح لي اخد من كلامك ده واقول لك في رجاله كتير يا جماعه بتقعد تتفرج على التلفزيون، تتفرج على ماتش كوره، تروح تساله هي النتيجه كام يقول لك ما اعرفش، هو مش عارف مين اللي بيلعب. هو مش عارف مين اللي بيلعب. وده الفرق ما بيننا وبين الستات. الست طالما هي قاعده ساكته يبقى في خطه او في لا موضوع. ممكن تقول له ايه اللي اتفرج عليه ده، ايه اللي بالتلفزيون، احنا في اللالا لاند، انا ده اللي بيحصل علشان اعمل هيلينج او هدوء. وبعدين الراجل بطبعه مش هراجل، او تجبرك بقى تتفرج على مسلسل تركي وانت قاعد اساسا يا ساتر تركي ايه اللي انا قاعد اتفرج عليه. هو ده بقى اكبر عقاب في البيت. التركي ده اكبر عقاب في البيت. هو هما ليه ما عندهمش ثقافه ان الراجل بيقعد علشان ساعات يفس؟ ما هو ده انا طول النهار عمال اخد انبوتس ومدخلات كتيره. سيبيه شويه يقلب في التلفزيون. هنا يا استاذ اسامه هو دخل في الكهف بتاعه وبيقلب في التلفزيون، هو مش شايفه اساسا بس هو عايز يفضي. لما تلاقيه ركن الريموت وبدا يتكلم معاكي ابتدي اتكلمي معاه، اتكلمي معاه في اي حاجه. بس في حاجات بقى كمان الراجل بيتضايق منها جدا، التاسكات. الست اللي بتبقى بتدي جوزها طول النهار تاسكات. عندك على فكره ما تنساش ندفع كارت الغاز علشان الغاز هيقطعوا علينا، كوتش الحماد، جرس الباب بيعلق مش تطلع تبص عليه، طيب رجل التلفزيون اتكسرت والتلفزيون ده شكله. استنى يا اسامه، استنى يا اسامه، بقول لك ايه، بص لي كده، انت مش ملاحظ فيا حاجه متغيره؟ لا وعلى فكره بص انا هقول لك حاجه، الستات مخلوق تفاصيل، احنا بناخد الموضوع كده، فهي ممكن تكون مغيره طراطيف يا سعاده الباشا. الست لو واقفه قدام الراجل من غير دماغ هو مش هياخد باله.
لا والله احنا بناخد بالنا بس يعني ما تبقيش مغيره طراطيف شعرك معموله فيها هايلايت كده في الترطوفه بس كده. طب في سؤال تاني في حاجه متغيره والنبي.